حياكم الله مشاهدينا ومتابعي قناة يو تي في، تحية طيبة لكل من يتابعنا وكل من يشاهدنا في حلقة مميزة أكيد من برنامج ألف عافية مع الشيف خالدون، الأطباق والأكلات اللي راح أقدر أقدمها لكم من أول طبخة لحد آخر طبخة. أكيد مشاهدين الأحبة راح نقدم لكم تقريباً 3 طبخات و 3 أكلات من أول طبخة مثل ما ذكرت لحد آخر طبخة. راح يكون في عندي وجبة رئيسية أساسية. أكلتنا لهذا اليوم راح يكون في عندي الفوتوشيني. الفوتوشيني لهذا اليوم راح نسويه بصوص مميز جداً، وراح يكون عندي أو راح تكون عندي اليوم، تخيلوا سلطة تكون باسترما. نعم موجودة سلطة باسترما لهذا اليوم راح تكون. أيضاً راح أختم الحلقة بنوع من الحلويات، والنوع من الحلويات لهذا اليوم اللي هي راح يكون في عندي موضوع بفراولة. لذلك هذه الأطباق راح أقدر أقدمها لكم. كذلك اليوم راح يكون في عندي اليوم ضيفة مميزة جدا راح تكون مشاركة وياي لنهاية الحلقة. ممكن إنه أنا استفاد من عندها مطبخيا، وممكن هي تستفاد من عندي مطبخيا. صلصات دائما عليها، وإحنا عليها إحنا علينا الثرم. غالبا هي راح تستفاد من عندي، ذكروها كل زين. أكيد البلوجر الرائع جدا الفنانة مارينا العبيدي. يا اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. شلون صحتك؟ الله يسلمك. تفضلي هنا. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. والله الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شلون الصحه؟ الله يسلمك تمام. طبعا غالبا انا اللي راح استفاد منك لان انا جدا فاشله بالمطبخ. سمعتوا هاي اول نقطه. اعترف. ما تعرف تطبخ. يعني مو مثل انه انت بتمثيلك انه انت يعني طباخه بالبيت. ابدا. بالتمثيل انت رائعه جدا. بالميك اب ايضا. شكرا. لكن بالمطبخ يعني بيضه ما تعرف تقلي. اعرف اقلي، لا تظلمني يعني من هالدرجه. بيضه ما تعرف تسلق، هاي شي بيناتنا. بحياتنا رج. اليوم اكلتي راح يكون الفوتوشيني. الفوتوشيني يمكن الاغلبيه ما يعرفون. احبها انا كلش. نعم. الفوتوشيني اللي هو نوع من الباستا ونوع من المكرونه تسمى بالفوتوشيني، وتكون بهذا الشكل. كالوزني كالوزني يا حبيبي. هذا الفوتوشيني اليوم راح استخدمه، هو نوع مثل المكرونه، مكرونه عاديه يعني مثل السباجيتي، مثل البني العاديه، مثل هذه مثل تشبه القوقعه، ام الورده، فيونكا. يلا نتعرف على الطبخه الاولى لهذا اليوم اللي راح يكون في عندي مثل ما ذكرنا. يلا مكوناتها. دائما الورقه والقلم بيديكم، المقادير عليكم وخلوا الطريق علي انا، والمقادير راح تظهر. بالبدايه راح يكون في عندي هنا بصل، لحم مفروم، اكيد الفوتوشيني طبعا. تفضل تقول هو خلدون فوتوشيني فوتوشيني. راح يكون في عندي فص ثوم، راح يكون في عندي معجون طماطه، راح يكون في عندي صوص طماطه تقريبا خاشوكتين صوص طماطه، راح يكون في عندي معدنوس، راح يكون عندي ايضا هنا استخدام البهارات. تشكيله حلوه البهارات راح تكون موجوده اكيد وياي، بالاضافه الى ايضا يا خلدون شنو بالبعض. راح يكون في عندي ايضا شويه من الصوص وهذه وفلفل حار انا خله طبعا اختياري. هذه المكونات كتبوها حتى نبلش نسوي شغلتين اثنين مهمين طبعا لازم نسويها قبل ما نطلع من المقادير، اللي هي انه نبلش نسلق احنا شويه المكرونه ونطر جفوف اكيد المارينا. يلا مارينا تفضل. طيب اطبخ يعني انا اليوم؟ اليوم راح اترك تطبخين طبخه حلوه صح. سوينا انت الصوص. اكثر طبخه انت تعرفين تطبخيها غير البيض؟ يعني ما عدا البيض. صدقا صدقا خلدون اي والله. والله يعني ابد ما اعرف اسوي شيء للاسف. ابدا كل شيء ماكو ابدا يعني حتى التمن ما اعرف. زين اوكي سؤال ثاني مثلا انه اكثر طبخه انت تحبيها؟ دولمه. انت تحبيها دولمه؟ ليش ما سويت لي دولمه اليوم؟ ضيوفي كلهم دولمه دولمه دولمه. انا لو ادري بيش اتجاه اليوم. واحب الفوتوتشيني طيبه. فوتوتشيني طيبه. احب الاكسترا صوص يعني مالك. الاكسترا احنا راح نسويه تقريبا مثل بولونيز. بصوص البولونيز. بولونيز. مشاهدينا صوص البولونيز اللي هو لحم مفروم والمعجون طماطم. انا راح اضيف كميه وافره من المي، يعني تقريبا هالكميه هذه. وانت راح تسوين الصلصه. يمك الصلصة يعني هاي الصلصة هنا، هاي الصوص، هاي الأعشاب يمك، ايه هذه يمك، وهذه هم يمك، وهذه هم. شنو ضفت المجموعة البهارات اللي راح تكون هي بهارات كاملة إيطالية، ممكن أي بهارات تكون بالبيت تكون مش كل شوية حادة. هنا أنا بابريكا، هنا أنا أعشاب اللي هو أكليل الجبل، مرق دجاج، مرق دجاج واحد يهمي، والصوص. راح أحط خاشوقة حتى تخلطيهم. مارينا انا سمعت انه انت والدتك سوريه واب عراقي. اي احطها هاي يا شيف؟ اي
خليك متابع وياي ترى. ها كلها ها كلهن فوق بعض عادي. عندنا 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 شو تفضلين، اكل سوري ولا عراقي؟ بما انه والدتك والدتك سوري عفوا. والله اكو لا لا ما انحاز، اكو هيك اكلات ها بدون تحيز. لا لا بدون تحيز. اكو هيك اكلات منا احبها، اكو هيك اكلات منا احبها. بس هيك اكلات منا تحبها، اكو هيك اكلات منا تحبها. حلو. اي الاكله اللي تحبيتيها من ايد امك، يعني اكثر اكله تحبيها من ايد امك؟ احب الشيش برك. شيش برك سوري بحت. سوري ايه. ايوه على فكره امي كل شاطره بالاكل. أيوة. العراقي تعرف، يعني صار لها تقريبا 35 سنه متزوجه. ايش عجب ما علمتك هذا الموضوع؟ ما ادري يعني مالي خلق اني صراحه. من كنت صغير شنو اهتماماتك؟ تعال وين شاخ اذا مو الطبخ يعني. من كنت صغيرة تعرف أني مراهقتي مو مثل الناس العادية والله. يا إلهي. راحت على غير اتجاهات بالمراهقة. أه. شنو كانت اتجاهات؟ أنا أقول لك كانت البيوتي سنتر والمراكز. أه. مال عناية. أه. أظافر. أه. هيك سوالف. تهتمين بهذه التفاصيل؟ سبا ما سبا أي كلش أحب. كلش حلو. يعني أهم شيء قضية الجمال والفاشن. أيه؟ والميك اب جت ويا نشأتك يعني ويا طفولتك. بالضبط يعني. ما شاء الله حلو. وشيف احنا يعني امي هي هيك معودتنا يعني، عرفت انه انت بنيه لازم تهتمين يعني نمبر 1 اي نظافتك نظافتك شكلك اظافيرك عيونك رموشك. بالضبط اي حلو. بالضبط حلو. يعني والدتك عندها اهتمامات ايضا بال بال بالموديل وال مو كلش. لا انت لو تشوف امي ستايلها تماما غير عن طبعاً ستايلي. طبعا اكيد نوجه لها تحيه. اي اكيد من خلال برنامجنا. بس هي كانه تركز مو انه على ستايل ولبس وهيك، لا انه انت كالبنيه لازم نظافه ترتيب كل شيء مشذب مثل ما نقول. آه يعني هيك هاي السوالف. حلو. بشرتك لازم نظيره هاي. كل هاي الاشياء تعرفين انه انا مثلا لو كانت عندي مثلا والدتي سوريه اكيد راح تاثر باللهجه. انت زين. ايه. طيب ايه. يعني زين لهجه لهجتك زين. هسه بدي احكي ما مبين علي انه مو كلش عراقي. لا يعني زينه كلش زين. اني اواجه كلش مشكله كبيره بهاي الشغله شيف. انه اني فعلا يعني ما اعرف احكي الاكسنت مال الاكسنت العراقي. عراقي اي. فاني اوكي احكي عراقي بس تبين اكو هيك لكنه عراقيه. صح صحيح صحيح. فمرات اي هذا البهارات هذه شويه تاكل الجبل. ايه. طفولتك وين كانت؟ بسوريا لو بالعراق يعني؟ اي بسوريا. اي انا بسوريا. حلو. صار لي 3 سنين. وين بسوريا؟ بالشام. بالشام. ايه بالشام. تدري انا مره زرت الشام؟ زرتها سنة كاملة. كل العراقيين أحس أنا يعني كانوا إيه تعرفين مرة البلد الظروف. ايه بالشام. قعدت بالشام. الظروف الشامية هي اللي خلتك تجين العراق لو قبلها أنت جيتي؟ لا والله أنا شغل والدي، والدي دكتور جراح ما شاء الله. شغل والدي انتقل للعراق. تحول للعراق. فانتقلت وياه. انتقلنا وياه. ايه لطيف لطيف. هنا انا ضفت الفوتوشيني ولد نسولف احنا سوالف كلش حلوه حتى لا ننسى الطبخه. في عندنا الفوتوشيني على النار. طبعا اكيد هنا راح يكون في عندي عمل الصوص اللي هو لتسوي مارينا. راح اضيف هنا اللحمه يا برنس. ايوه اللحمه يا برنس. وراح اضيف هنا شويه من طبعا خلينا الثوم هنا ايضا راح اخلي ثوم وبصل مع اللحم والثوم هياته. هذا الثوم ركزوا لي على الثوم. تدرون انه الثوم من الاشياء المهمه جدا وفوائد الثوم كلش هوايه. تعرفين فوائد الثوم؟ والله انا اعرف انه هو مثل المطهر للجسم. يكفي انه يكون هو انتي بايتك. اي راح نتعرف بعد اكثر على تفاصيل اكثر من خلال هذا التقرير. هذا شوية جبن، هذا جبن موزريلا. شفتوا فوائد طبعا فوائد الثوم من خلال كارت 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 مو تقرير.
تهتمين انت بالاكل الصحي يعني؟ اي تهتمين بالاكل. أي. بس مو كلش من هذول المهووسين بالموضوع يعني. اكو كلش هوايه هوس. اي يصير اكو بيهم ما ياكل وكلش يكون ضعيف مثل هذول اللي عارضين الازياء وغيرهم. اي انت يعني انت لا الموضوع طبيعي يعني. لا طبيعي يعني, يعني بس اسوي كنترول يعني اوازن بين هيك وهيك. يعني تتغدين باكر مثلا؟ نو نو واي نو واي. لا تحبين الباكر؟ أبد يعني أبد أبد أبد. دير بالكم أصدقاء مارينا أخاف تعزموها على باكر. لا يعرفون هذا. النظام الغذائي اللي تفضليه أنت أو تهتمين أنه أو تنصحين به متابعيك يعني أنه أنت ماشي عليه وحتى يكون عندك يعني قوام بيرفكت. أي طبعا هسه هذا طبعا كلش سؤال مهم انا هواية يعني انساله على السوشيال ميديا. اهم شيء طبعا هسه احنا نعرف البنات قامت تتجه لعمليات النحت وكذا وهيك شيء على مود تهتم بقوام جميل. اهم شيء الرياضه شيء اي حتى لو يعني هيك بشكل فوضوي. الرياضه شيء مهم. اي بشكل فوضوي انا مرات ما الحق يعني فاكون بالبيت يعني مو الا تروح للجيم. صحيح. بالبيت يكون عندي اشياء عاديه فامارس الرياضه. وأكو شغلة همين أني آكل صراحة كل شيء ما أحرم ما نفسي من شيء. أي ما عدا الباكر. بس يعني الـ أتحكم بالكمية. طبعا يعني تحددين بالكمية. أي آكل كل شيء بس مو أنه بكمية أوفر وهيج ولحد الساعة 9 أقطع خلاص بعد. أي آكل إذا جعت آكل فواكه مثلا. أنا البارحة قررت أنه بعد أني خلص الساعة 9 بعد ورا 9 اي شيء ما اكله ما عدا شو اسمه ولو انه احنا طبعا اكيد ورا الفطور يعني أي. يعني اشياء بسيطه حلوياتك على اشيائك يعني من هنا للسحور يكون الموضوع تمام التمام. عندي هنا الفوتوشيني طبعا اسلقها ب طبعا خليت كميه مي بسيطه لكن تشوفون احنا ما خلينا هواي اشياء. صوص مارينا رائع جدا برافو عليك. شكرا. عندك لمسات لطيفه واختبارك الاول نجحتي فيه طبعا وسويتينا صلصه طيبه. هسه هذه بولونيز طبعا هاي الكل شيء يعتمد على الصلصه فاذا طبعا. طلعت الاكله طيبه فمعناته الصلصه يعني. مارينا شالت 80% من الطبخه. شكرا لك شيف. هذا هاي شهاده اعتز بها. يعني انت عشتي طفولتك بسوريا. اي وحياتك كانت بسوريا. طقوس سوريا برمضان تختلف عن بغداد والعراق؟ لا ما تختلف يعني. اكيد هناك اكو مثلا ما جينا مثلا. لا ما عندنا ما جينا. دقين الجرس بالهزمه؟ لا كنت اسويها بس ما عندنا ما جينا يعني هم يعني شلون يقول انه مشاكسه. اي الله الله سمعت يعني كنت كلش فظيعه ومؤذيه كنت وانا كنت صغيره. هسه عقلت شوي. لا ما شاء الله سولف لنا موقف صار وياك يعني اذيتي باحد طفولتك يعني غير انه دقيت الجرس والهزمتي. لا هاي عاديه. مواقف والله هوايه انا ما يخطر لي مواقف بس كنت يعني مشرانيه صراحه. ويلي. خصوصا بالمدرسه. اي من كنا يعني نتعارك فيجون المدرسه ما تقبل يعني فاقولها انه انتظريني بالطلعه. برا بالحله. بالحله اي. انتظروني بالحله. اي يعني فد يوم ضاربه واحده من زميلاتك بالمساحه ضاربه مدرسه بالمساحه معلمه. لا كنت شيف كلش شاطره واحترم المدرسات. لا ما يعني ما اتجاوز بس على البنات يعني. بس على البنات. حتى ولد كنت اقتل عادي. البنات حلوات كلش يعني لو ما كان ببالي. ما كان ببالي بعد. بعد المدرسه شو كان تخصصك يعني؟ اني تخصصت طبعا اني خريجه تجاره واقتصاد قسم تامين ومصارف جامعه دمشق. نعم. وسنه اولى ماستر اداره اعمال بس وقفته لانه بسبب انتقال والدي الى العراق بس ان شاء الله اكيد راح اكمله يعني ان شاء الله. يعني اختصاصك ماستر. باداره الاعمال. اداره الاعمال. حلو حلو. انا راح ابلش اضيف المكرونه الضيفه كلها هنا بس خل اغير مكانها. احنا ايش قد لازم نحط المكرونه على النار؟ ما خليتها هواي تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق. انه بس حتى تصير تقريبا 10 دقائق بمي وماجي وشويه ملح وشويه زبد طبعا حتى شو تكون باعوا
حتى ما يعني تلزق واحدة بالثانية. أنا تخبل من المكرونة تلزق يعني. لذلك متخلون الزيت، تخلون الزبد. أنا ما أحب الزيت نهائي، حتى بهاي التفاصيل ما أخلي الزيت. دائما ابتعدوا عن الزيت لأن الزيت يعتبر من أشياء تسوي مشاكل يعني. بعد ما سويت قالب كامل من عند هنا، راح أضيف صوص مارينا. اسمك الحقيقي مارينا لو اسم الحركي؟ لا اسمي مروة، بس هالاسم يعني كان وصية انه انا هيك اتسمى. انه وصيتهم انه تسمى مارينا؟ لا اتسمى مروة، فخلوه على الورق بس ما حد يصيحني بي يعني. يعني اذا تصيحني بهالاسم ممكن ما يعني ما اباوع لك، ما ادري انه تصيحني. يعني من زمان اسمك مارينا لو من بلشت تشتهرين؟ لا 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 يعني مو الفني يعني، هذا هيك اسمي. تذكرون الجبن اللي قلت لكم عليه؟ يلا هنا راح اضيف جبن على الوجه، وتطلع المقادير على الشاشه مره ثانيه اللي ما لحق وكتب فوتوشيني اليوم باللحم وايضا الجبن. يا سلام سلم، شوفوا الجمال، شوفوا الرقه. يلا كتبوا المقادير. اليوم اترسك، اليوم اترسك جبن. يلا الجبن؟ اي انا كلش احبه، احب صوص المشروم واحب الجبن. اها خاصه هذا النوع من الجبن اللي هو الموزاريلا يبلش يذوب عليه تينا. يومي. اها البهارات اللي هي اكليل الجبل، بهارات ايطاليه، ممكن ايضا استخدم ان انا اضيفها اكيد مع الصوص. احنا سوينا قسمين، اثنين قسم انه حمست اللحم مع الزبد مع البصل مع الثوم ومارينا، خليتها تسوي لنا الصلصة اللي كانت تكون من صوص طماطم معجون طماطم بالإضافة إلى البابريكا بالإضافة إلى كليل الجبل مثل ما ذكرت بالإضافة أيضا إلى شوية ملح، وخلطت المواد كلها مع بعض البعض وتكون عندك بهذا الشكل. بعد ما تكون عندكم بهذا الشكل، طبعا ما أخلي نسبة كل شوية من الدهن والزيت لأنه أنا أوريدي خليت شوية زبد. باي باي بالفرن طبعا يا عيني. درجة الحرارة راح تكون 185. هم تفكرين تتعلمين طبخ مستقبلا؟ طبعا على فكره انا كلش احب، بس مالي ما اعرف يعني. يعني اكيد راح تتزوجين مستقبلا. شو تطبخي مثلا؟ بيض مارينا؟ ها من زوجتي؟ لا لا والله عازبه. اي عازبه بعدني. قبل يعني لازم تتعلمين طبخ. لازم اي، بس انا هسه تعرف شيف شويه يعني مشغولة هسه يعني، بما انه انا بعدني جديدة بالوسط الفني فلازم. طبعا هسه انت حاليا احنا اكيد متابعين اعمالك، متابعين اعمالك ايضا اللي هي اعلامية، واعمالك ايضا الفنية، واعمالك ايضا الاذاعية. اتذكر مرة انه قدمتي فقرة او برنامج بتاع كله انا. ايوه ما شاء الله، اذاعية واعلامية وفنانة ايضا. شايف؟ بس وممكن اغني بس صوتي ما حلو. بس يلا غني لنا. ما صوتي ما حلو ابد. دندنيلي. لو صوتي حلو كان هم جربت الغناء. كان جربتي؟ يا ناس يعني احس انه هاي الاشياء كلياتها تصب بمكان واحد. كلياتها كلمه سوريه. لا كلياتها. شفت المطبخ السوري؟ مطبخ عريق كبير. بالكثير من الأكلات اللي تكون كلش طيبة، وبالأكلات أيضا اللي مو كلش هواية طيبة. هسا أنت بالمطبخ العراقي ما تحبين الباجة، بالمطبخ السوري شنو الأكلة اللي ما تحبيها أنت؟ اللي ما أحبها. ما تجرعيها أبدا، ما تجرعيها ولا تعصين يمها ولا تشتمين ريحتها أصلا. اكو اكله حلبيه هي مو شاميه، لان احنا هناك تعرف المطابخ تختلف. كبه سفرجليه. كبه سفرجليه او السفرجليه يعني. كلش نو هاي كلش مشهوره يعني يموتون عليها هم، بس انا ابد لا. هي قريبه يمكن للبرغل. اي وغير هيك هو السفرجل كلش اذا تاكله وحده يعني مؤذي. يعني اكو حسب ناس تسويها طيبه ناس تسويها ما طيبه. يجوز انا اكلتها من اخوالك شاميين وحام شوام، تحياتنا ايضا لهم. مثل ما قلنا انه الطبخ يراد له ايضا نفس. شو تحسين انه انت مؤمنه بهاي الفكره انه الطبخ نفس؟ اي مرات الواحد يقعد يطبخ وهيك من ورا خشمه، من ورا خشمه وكذا تطلع الاكله شلون ما شاء. يعني النفس العراقي لو النفس السوري بالمطبخ. انت تريد تسوي كوارث ما تعرف. بالعكس احنا كنا اخوه، كنا عرب، وكنا باحتراماتي طبعا لكل فصائل الموجوده، الكرد والعرب والجميع ان شاء الله على وجه الكره الارضيه.
لكن انت ايش تحسين انه النفس نفس السوري لو النفس شوف هو عارفين انه انت هسه حاليا انه تقريبا بالعراق غزة المطبخ السوري باكثر من مطاعم باكثر من مناطق. لا ننسى ايضا انه ايضا المطبخ العراقي غزا الدول الاوروبيه اكثر من منطقة عادي اكثر من منطقه. باكر شفت انا بالمانيا شفتها بفرنسا بس مطبخ عراقي يكون مطبخ يعني. عراقي طبعا شفتها ببروكسل وبهواي مناطق. المطبخ الشامي ايضا غزا المطابخ الاوروبيه لكن بالعراق تحسين يعني مع نفس العراقي ولا السوري؟ شوف هي الشغله انه انا امي دا تطبخ هيك ودا تطبخ هيك يعني نفس واحد فاقول انه نفس ماما طيب على الاكل. شوفها شاطره جدا بالعراقي او اي شاطره أكثر. وبس ماما يعني شلون اللي بعدها قاعده تتعلم والده مارينا لازم استضيفك وياها بالبرنامج اي ان شاء الله بعدها تتعلم فتلاقيها 24 ساعه على اليوتيوب شايف اذا تلزم تليفون امي تفوت على جوجل اكل 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 اكل. اكثر سلطه تحبيها انت؟ مانو مطبخ شام مشتهر بالسلطات. السلطة أحب السيزر. سيزر ما له علاقة بالشام. أي ما له علاقة بالشام. أي سلطة حلوة أيضا مميزة. تبولة. تبولة يا عم. أكثر من الفتوش أحبها. راح أعرفش على سلطة جديدة. يلا. مختلفة شوية لكن يعني مختلفة تماما لكن قبل بريك وراجعين مع سلطتنا لهذا اليوم. رجعنا لكم طبعا اكيد رجعنا مع السلطه اكيد لهذا اليوم وذكر اكيد مع النجمه اكيد مارينا العبيدي. شلون الصحه مارينا؟ اهلا. خومو ماله؟ ابدا بالعكس ابدا من هنا من هنا حلو. لا 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 ابدا بالعكس قاعد اتعلم. شفتي نو الحمد لله. اليوم راح نسوي سلطه مارينا اكيد راح تشاركيني يعني اقوى سلطه انت تعرفين تسويها اقوى سلطه تبوله. تبوله حلو مع انه صعبه ها كل الصعبه التبوله. التبوله تعتبر من اصعب السلطات اللي تكون موجوده اللي يكون بيها طبعا اكيد معدنوس وياها طماطه وياها بصل. المعدنوس طبعا تكون ناعمه. شلون طريقتك؟ حتى ليش اقول طريقتك التكنيك صح شو مسكتت؟ لا التكنيك لحقت على نفسي غير ما اقول المقادير كلها يعني. لا شوف هي التكنيك صح بالمعدنوس كله ناعم كلش ناعم تكون انه المعدنوس لازم يكون ناعم والبرغل ناعم برغل ناعم يتنقع اكيد بشويه ماء وحامض. انا ممكن يضاف لها بعض الاضافات اللي غير البصل غير البصل غير الطماطه انه ممكن تخلوا لها رمان ممكن تخلوا لها جزر يمي مبروشين وحلوين ومعززين هنا انا ستاندر زين بس سؤال قبل ما نبلش احنا ايش قد لازم نحط الفوتوتشيني احنا هنا 25 دقيقه بس اوكي هو تقريبا وكل شيء مستوي يعني ممكن حتى انه بس يستوي عند الجبن واقدر اقدمه حتى شوي يذوب بس حتى بس يذوب بس انا خاله كلش على راحته اوكي شنو علاقتك مع البصرمه تحبين البصرمه ولا ما تحبيها ما تحبي ريحتها لما تتقلى ويا البيض اي انا ما احب البيض على فكره ما تحبين بيها؟ ما أحب البيض عتنس هيك عتنس راح أعرفك على الباسترما وشون نقدر نسوي الباسترما بسلطة مقاديرها المقادير سلطة الباسترما الباذنجان سلطة الباسترما تخيل إنه أكو سلطة باسترما يعني مستحيل يعني بس نسويها طريقة راح تكون بسيطة جدا وسهلة وسريعة لعمل هذا النوع من الأطباق كتبوا المقادير واللي ما يكتبها يتعاجز إنه يكتبها طبوا لها صورة ايه انا هيك اسوي سوي لها سكرين شوت واصورها وما اسويها لا اسويها ترى كلش بسيطه بس دني ايه بسيطه حتى الفوتوتشيني على فكره انا كنت كلش مستصعباتها بس هاي شو اسمه كلش بسيطه اكو اللي يسويها بالوايت صوص كلش احبها بالبشاميل والمشروم هاي كلها بالاحمر اللي هو ملعقتين كوب ميم كاف يعني ملعقه كوب هاي ليش باذنجان مشوي راح استخدم حبتين اثنين راح يكون في عندي فصين اثنين من الثوم طبعا راح يكون في عندي ايضا هنا شويه من غير الثوم راشي ليمون حامض زيت الزيتون وايضا ثلاث ملاعق كوب لا ننسى اكيد البسطرمه البسطرمه راح اخلي تقريبا نص كيلو نص كيلو كلش كافيين راح اخلي هنا شويه زيت الزيتون راح اخلي يمه رينا شويه زيت الزيتون هم نسوي صوص
اي هم راح نسوي صوص وانا خليكم الصوصات اسهل شيء اسهل حتى لا تثرمون بصير اخاف يعني تنجرحون كل شيء يصير. اوكي هذا يهمك. اوكي خليني بالبدايه تقريبا 5 خواشيق كبار من اللبن. اوكي اوكي وراها انا راح اشتغل على الباسترما هيجي. اي 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 لا انا مشروع شيف همان. مشروع شيف همان. لا مشروع شيف. شو تشوفين نفسك مع التمثيل لو مع تقديم البرامج؟ والله شيف هو التمثيل حلو بس اني مع تقديم البرامج اكثر لانه كلش متعب ما تتخيل. يعني اني سويت كم عمل اني ما تخيلت حجم التعب انه هيك راح يكون بهالطريقه هاي. كم عمل تمثيل اشتغلتي؟ 3 تقريبا. خلال حسيتي انه تجربتك كانت يعني بالتقديم البرامج احسن مو؟ اي يعني لأنه هذا الموضوع متعب شوي. بتقديم التمثيل كلش متعب. تقديم البرامج يعني انه انت تحضر تجي تسجل مثلا ساعه ساعتين ثلاثه وترجع البيت. اما لوكيشن التمثيل لازم انت مرات يعني يومين مثلا تبقى باللوكيشن حتى ننام باللوكيشن مرات. ما شاء الله حلو. زين هم صادفتك مواقف بالتمثيل بالسينما التمثيل؟ لا ما صادفتني مواقف. كم جرحت نفسك بالسكينه وانت تمثلين وانت تطبخين؟ لا ما صادفتني مواقف. ماكو هيك شيء. شنو اكثر صعوبه؟ انه الجهد اعتقد هي اكثر صعوبه شفتيها انت يعني بالجهد بس. يعني ولا يعني حرام انه اللي قاعده اني اتعامل وياهم شايف كلش كلش متعاونين. حلو. اي يعني مو انه والله بالعكس هم يكونوا متعاونين وياي يعلموني بما انه انا جديده بهذا. صح صح هم اكثر خبره مني. تعرفين دائما انا اشوف هالاشياء بس بالعراق انه دائما عندنا الممثل العراقي يوقف مع الممثل اذا كان جديد. ايه انه يعلمه يحاول انه يساعده ايضا يحاول انه لكن برا مستحيل. ايه هي كلش كلش صارمة. هي صح الكلام انت ما تقدر تعمم المشكله لانه انا هنا هم واجهتني واسماء لا غير هيك يعني واجهني انه محاربه. ومن اسماء كبيره يعني عرفت يعني انه اسماء لازم تكون داعمه الي. صحيح بما انه انا من الجيل الجديد فيعني عيب مو من الصحيح انه هيك يتصرفون هيك تصرف بس الاغلب انا دا احكي عن الاغلب جدا متعاونين. شنو طبيعه الادوار اللي اخذتيها او اللي كانت يعني اللي مثلتيها؟ اللي مثلتها مثلت دور ام اكون اني كلش شايفه نفسي يعني من الطبقه المخمليه. هسه ان شاء الله عندنا برمضان همين اعمال رح تشوفوني يعني بدورين او دور مختلف. عندي دور من الادوار هو دور مختلف. ما ردنا حرقه ما ردنا حرقه ولا ردنا نقول على اي قناه لا. طبعا اكيد راح يعجبنا العمل هذا راح نكون احنا متابعين له ان شاء الله. وانا خاصه راح اكون من المتابعين له لانه راح اتذكرك وانت كنت تسوين الصوص. اوكي اقول هذه الممثله الموهوبه ما تعرف تطبخ انا علمتها تطبخ. الله وما واحد مو واحد لا يكون انا والعائله يعني تمام. تشرف الله يخليك. احنا حتى لا ننسى خليت مارينا تسوي اللبن خليت الراشي وايضا زيت الزيتون بالاضافه الى الملح. خلينا شويه الملح هنا انا واخلطهم سويا. اما البصرمه فاني دا اقليها على راحتي بزيت الزيتون مثل ما قلت دائما استخدموا دهن يعني مو دهن كلش قوي اللي هو دهن الحيواني او الزبده الحيوانيه او غيرها او هنا أنا طيبه هي اكثر 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 شيء انه اقليها هذه تدرون انه اكثر ماده يعني اكثر ماده تستخدم بالطبخ او يعني بكل اطباق العالم حول العالم يا ماده هي الملح. اي وتعرف انه هو كلش مضر ويسمى بالقاتل البطيء. واكو ماده اخرى لكن راح اتعرف عليها من خلال هذا التقرير. Thank you.
قد نرى أطباقاً مختلفة من الأكلات حول العالم، ولكل بلد ثقافة تختلف عن الآخر، لكن هنالك ما تشترك به أغلب الأكلات، بل وحتى لا تخلو منه المنازل. فما هذا الشيء؟ إنه يستخرج من نبتة تنمو في إيران والأراضي الزراعية المنخفضة، عرف للمرة الأولى عند الإغريق والروم وحتى الفراعنة، وكذلك دويلات المدن في حضارة وادي الرافدين. ألم تعرفوه إلى الآن؟ لنقربه إليكم أكثر. كان يستخدم لأغراض طبية، واستخدم في القرون الوسطى كهدايا ثمينة في حفلات الزفاف وللملوك أيضاً. أما استخدامه في الأطعمة فقد بات ضرورياً وأساسياً، خاصة في دول شرق آسيا كفيتنام والهند، وحتى في دول أمريكا الشمالية كالمكسيك وغيرها، وفي الوطن العربي أيضاً، حيث يكثر استخدامه في الأطباق ويأتي بالمرتبة الثانية بعد الملح. ألم تعرفوه إلى الآن؟ إنه الكمون، فإن لم يشترك بكل الأطباق ففي معظمها، ويضفي نكهة مميزة على أي طبق يضاف إليه. لبرنامج ألف عافية، علي مروان، يو تي في. يعني بعد هذا التقرير أتمنى أنه استفادتوا من عنده وعرفنا شنو اللي غير الملح، أنه يكون يعني معروف ويستخدم كل شوية وباقي أطباق العالم. مارينا، هم في يوم أنت صايمة ونسيتي مثلا تشربين مي؟ اي والله، لان قبل شويه انت ركتي وشلت الشنطه كثير، ما ادري يعني اساس يعني كفاره كفاره، استغفر الله. راح نرجع مع البصرمه. البصرمه تقريبا صارت تمام التمام. الزيت اريده انه يكون يعني اريد هذا الزيت، انا اريده. ليش هذا اللبن تريده؟ اريده لو مجله. لا هنا راح يكون في عندي انه خلاص البصرمه صارت تمام. خليها هنا، انا تعالي انت خليها هنا، انا شوفي هذه اوكي هنا، هذه هنا، هذه هنا. بعدين راح اقصقصهم واخليهم بالصوص اللي انت سويتيه، لكن مع شنو هذا الشيء اللي اريده بالزيت اللي اريده. ايش راح نسوي؟ خلي هذا الباذنجان المشوي. اوكي الله، ذكرتني على سيره الباذنجان. انا اعرف اسوي بابا غنوج. بابا غنوج ذكرت. شاطره بيه. يعني تمشي حال. أنا هم راح أحكي شنو مقادير البابا غنوج وأخليش أنت تقولي لهم شو تخلين البابا غنوج. بس أنت تابع وياي حتى تشوف. كل شيء متابع. أشوي الباذنجانة. أها. وبعدين أقشرها. أها. وبعدين أهرسها ويا الثوم. أها. وأحط راشي ولبن. راشي وملح. أها حلو. وكلهن مع بعض. مع بعضهم يا برنس. مع بعضينا مع بعضينا. مع بعضينا مع صحيحة بعضينا. لا لا. والله صحيحة. برافو عليك. تقريبا اختلاف بسيط هو انه انا اضيف الراشي واضيف شوية طماطة. اي يعني هذه. يعني مثرومة ناعم؟ اي كلش ناعم بدون قشر. اجربها. اي جربيها كلش طيبة. دائما الطبخ هو شوفي الطبخ مساحة. صح. يعني هسه أنا مثلا سويت هذه الطبخة الأغلبية ممكن يشوفها غريبة، لكن هي طيبة. جربوها ما راح تخسرون شيء. راح أضيف هسه أنا الصوص. لاحظ الصوص. يعني تحسين هذا الناس اللي كثيرين اللي موجود عندك بصفحتك ما شاء الله على انستغرام 1,400,000 كم متابع؟ 1,100,000 دق الخشب وحقيقي. حقيقي ها؟ ليش اكو كذب واكو حقيقي؟ طبعا ما تعرف هالشيء؟ لا لا اقول لك انا ايش قد؟ ايش قد؟ لا ما اقول. قول لي. لا والله ما اقول. يلا انا ما اقول. خليك بيناتنا ما حد يسمع. ربع بالمئة اصلا ما يخالف. انت الشيف تحسين انه يعني تحسين انه هذا الشيء محبه الناس لك يعني لانه انت موهوبه. اي انا كلش لو لانه حلوه مثلا هي
تحكي وهيك تصير، بس لا الحمد لله يعني انا من الناس اللي يعني يمكن انا لو حلو كلش يعني كان اكيد انا لا عندي مليونين خزيت العين يعني لا ايش فيك انت، بس اي يعني اكو هيك واكو هيك، اكو ناس مثلا تابعك حتى تستفاد، مثلا احنا ننزل اشياء مثلا تخص البنات البشره ميك اب شعر هاي السوالف هاي، واكو اكيد كارهين وحاقدين يتابعوك ايش دا تسوي. اي اكو، بس الحمد لله انا من الناس اللي كلش نسبه قليله كل عندي هذول السلبيين يعني الحمد لله. الاكل هم يساعد بتغذيه البشره طبعا. شنو الاشياء اللي تستخدميها ببشرتك تكون صحيه كلش يعني؟ اهم شيء الفواكه. فواكه اي، وشرب المي السوائل. مي دائما المي يعني اغلبيه لازم انه تهتمون اكيد بالسوائل والمي بالاخص حتى يكون عنده تمام. وما نكثر من هاي الاشياء انت تنصح بيها برافو، انه الكوليسترول والدهن والهاي هاي هم تاثر طبعًا على البشره كلها. هذه ايضا مو بس تاثر حتى تدرين على ريحه الجسم. صح، على ريحه الجسم. صح، يعني انت لو استخدمت مثلا اكل دسم واكلت كل شويه دسم وخليت كل شويه بهارات وخليت كل هالاشياء راح تاثر عليك بجسمك، راح تبلش انه تفرز وتعرق وتفرز ريحه ما طيبه. لكن لو اهتميت انت باكلك وصحتك بهذه واختاريت الاكل الصحيح حتى ريحه جسمك راح تكون كلش طيبه. صحيح. هسه راح ابلش شويه ارتبها، هي لوزها اكلوزها راح اخلي كم شغله حلوه هنا. بعد ما نحط صوص فوقها ممكن انه اخلي شويه صوص بس مو كلش هوايه. اوكي، خليه بالوسط، خليه هيك. هذا الصوص نفسه هذا. واخلي هذا الفلفل اللي هو فلفل شو هذا غريب الفلفل؟ لو أيه أنا هذا. لأنه مو من رواد المطبخ. درباشة. لا ما ذوق. درجته ما ذوق بعد لا. حار هذا لو شنو؟ لا لا هذا شوية يعني بارد، بس هو نفس الفلفل الأحمر. الكبير. الرومي. بس يكون أصغر. شنو رأيك بالحلوى؟ تحبين الحلويات؟ كلش. حلوياتنا اللي هذا اليوم راح تكون مميزة، راح نأخذ بريك وراجعين مع طبق الحلويات لهذا اليوم. يا حلوياتك يا حلوياتك، طبعا اكيد ويانا طبق حلويات هنا مارينا. مارينا راح نسوي البان كيك. راح تكون اكيد من الاطباق البسيطه جدا، لكن قبلها شنو يعني اكثر طبق حلويات انت تحبيه؟ احب الكنافه. هذا الكنافه. اي كنافه بالقشطه. كنافه بالقشطه. قشطه يا باشا. قشطه يا باشا. بعد غير الكنافه ذكرني والله شكو. اكو بقلاوه، اكو زود السيت، اكو زلابية. ما احبهم كلهم، بس الكنافه. اكو بانكيك هذا هسه نحبه ان شاء الله. يلا نكتب مقادير البانكيك. البانكيك لهذا اليوم هيكون متكون تقريبا من بيضتين اثنين بدون كتكوك طبعا، راح استخدم ايضا انا حليب، راح استخدم بالاضافه الى الزبد، راح يكون في عندي البيكنج باودر، راح يكون في عندي فانيلا، راح استخدم انا سكر حلوة الدنيا سكر، راح يكون اكيد عندنا طحين بالاضافه الى الفراوله. ممكن انه استبدل الفراوله هنا اذا كان موجود الكرز، واذا كان موسم الكرز راح تكون بعد اطيب، وإذا غير متوفر فممكن نستخدم التوت البري، وأكيد أيضا غير متوفر هذا. أنا جبت الصلعة، جبت القرع، واثنيناتهم متوفرين. ممكن الفراولة حلوين. هنا راح تسوين حق الصوص. الصوص. بطلة بالصوص راح أطلع من هنا أنا. برافو عليك طبعا. أوكي. راح نخلي هنا البيض. وشو تخلي ويا البيض؟ أريد بس الجلوفز. هسه هي راح تجي. راح تخلي الفانيلا شيء طبيعي. هاي فانيلا. تتخلص من الزفرة. أوكي. البيكنج باودر هنا راح اخليه انا وياي، وراح اخلي هنا تخلين هنا سكر. اي وهذه يمي سكر، وهذه يمك، وهذه يمي. تمام. هسه تمام. هنا راح انا اعمل الطحين، راح اخلي له سكر، راح اخلي له بيكنج باودر، واكيد راح اسويهم اقليهم بالزيت. انت ايضا راح يكون في عندي شبيطتين، راح يكون عندي شطر. ما يهم اي واحد اول واحد؟ لا لا ما يهم، هو كله بس اعطيك الجفوف. اوكي. اهم شيء تشوف، لازم تشوف على مود كورونا. مو بس كورونا، حتى نظافه الايد حتى تصير بها ريحه. من زمان انا حتى وانا اطبخ حتى بالبيت لازم انه اكو عندك الشفوف. هسه النوب صارت واهس بينا اكثر هسه. طبعا طبعا، والهاي الازمه اللي احنا بنمر بها. طبعا طبعا، ان شاء الله الله يعديها ان شاء الله. نرجع انا ممكن مثل ما ذكرت يعني قبل ما تجين لمجال التمثيل الاعلام الاذاعي والف...
التلفزيون والسوشيال ميديا وكل هذه مارينا قبل شو انت تشتغلين؟ ما كنت اشتغل، تخرجت دراسة دراسة دراسة. نعم. من بابا اجى لهنا انا. ها نسيت انا بابا جرب يعني كنت ما تشتغل. بس صارت خاشوقة شيف. اي صح. سوري انا اسف. انا بتاسف. ما يخالف هفو. خاشوقة على هذه. اوكي. تفضلي. هنا أنا طبعاً أكيد لا تنسون إنه أيضاً بتخلوها درجة كلش هواية إنه القالب الفوتوشيني صار تمام ما يحتاج إنه أصبه بطبق آخر وبصيني تأكلش كافية مثل بشاميل يصير. راح أبلش أخلي هنا طحين حلوين ومعزازين وأخلي مارينا يلا شوف يلا اللي خلص بسرعة يلا 1 2 3 ابدأ هسه شلون نكسرها هالهاي يلا ايوه برافو كان جبت العيد اهم شيء القشر ايه راح اخلي نانا سكر هاني راح اخلي نانا البيكنج باودر وانتظر لحد ما ينجز الصوص بعد ما ينجز الصوص حتى اقدر انه اسوي يعني الحليب الحليب هنا انا خاله باودر فممكن اضيفه هنا نخلي شويه مي نضيف فوق هاي مي؟ اي لانه انا خالف باودر. اوكي. طبعا اللي خلاش تشتهرين مارينا. شنو اللي خلاش تشتهرين كل شيء؟ شيف انا بيا شغله. زيد هذا المتابعين وزيد هذا الاشياء. انا عندي شغله الحمد لله، طبعا انا اشتهرت بوقت جدا قياسي، ما صار لي سنه ونص بهذا الوسط. حلو. ويعني انا سويت الاشياء اللي اكو ناس صار لهم سنين. هنا بهذا الوسط وما انجزوا شيء ما قدروا ينجزون انجاز بالضبط بس انا عندي شغله انه تجيني هواي عروض انا جدا انتقائيه يعني الشغل اكو مقاييس معينه انا اريدها وادور عليها لحد ما انه انا اقبل بهذا الشغل انا ما اقبل بحي الله شغل ما تقبلين بحي الله شغل فهذا الشيء خلى انه الكواليتي اللي انا اشتغل بيها تجذب العالم مو انه حي الله شيء افوت بيه طيب يعني شنو موقف اللي صوره صورتيها مثلا خلت شهرين مقطع فيديو معين ها انا اقول لك اول ما اجيت العراق انا طبعا انا كلش احب الاعلام من زمان حاطته ببالي بس انا اهلي عندهم الدراسه فوق كل شيء فوق حتى حياتي يعني فما كان ابدا قابل للنقاش الموضوع ورا ما خلصت وتخرجت وهيك واجيت هنا انا خلص بعد اريد افوت للمجال اللي انا اريده اللي انا احبه خلص انه قررتي انه اي فشلون اوصل للناس بسرعه وانا جاي على يعني انا اوكي بلدي بس انا جاي على مجتمع جديد صحيح شلون اخلي الناس تقبلني طلعت بوجهي مسابقه مال ملكات الجمال حلو اي والله فتت رحت يعني شاركت بالهاي بعدين انسحبتي انسحبت ورا ما اخذت اللقب يعني شنو السبب السبب انه وصيفة. وبعدين انتقل لي اللقب مع الملكة جمال العراق 2017 وانسحبت لانه الموضوع ما كان بنزاهه وهالشيء يسيء لي اذا انا هذا بيا سنه 2017 2018 كان مو نزيه لا كانت ماكو نزاهه واني ابدا ما عندي علم بالموضوع فاخذت انتقل لي اللقب وانسحبت حلو هسه تمام هذه انسحبتي ايه ليش يا جماعه الخير لماذا خلط الصوص هذا بهذا الشكل طبعا مارينا لازم نخلطها حتى البان كيك يكون طيب صح هاي وراها راح ابلش اضيف هم نعطش احنا طبعا اكيد نعطش كلش هوايه خاصه برمضان بس شلون نقدر نكافح العطش اكيد يعني اكو بعض السوائل تقدر او نقدر نكافح العطش من خلالها شنو هي هسه راح نشوفها من خلال هذا التقرير الاندفاع لتناول وجبات دسمة وقت الإفطار واختيار بعض الأطعمة الثقيلة في وجبة السحور وقلة شرب المياه بين وجبتي السحور والفطور كل هذا يؤدي إلى ازدياد شعور الصائم بالعطش ف
فضلاً عن شعوره بجفاف البشرة. وقد يحاول البعض تخمين مشروبات تقلل العطش أو تخفف من تأثيره خلال رمضان، غير أن الواقع يشير إلى ضرورة اتباع طريقة لتقليل وطأة الشعور بالعطش. وهنا ينصح بالتالي: تناول الوجبات التي لا تؤدي إلى العطش، فضلاً عن تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً. الابتعاد عن المشروبات الغازية والمشروبات التي تحوي سكراً صناعياً، واستبدالها بسوائل وعصائر طبيعية. تناول الكثير من الفواكه والخضروات يعمل على زيادة رطوبة الجسم وبرودته. تجنب الملح والتوابل والمنبهات. كما أن هنالك وصفات شهية لمشروبات تزيد من ترطيب الجسم في رمضان وتقلل من العطش، كشراب قمر الدين والجلاب والزنجبيل والتمر الهندي وعرق السوس والسوبيا والخشاب ومزيج التمر مع الحليب. ولا يمكننا التغاضي عن لذة الوجبات الدسمة خلال رمضان، خاصة وأن الصائم محروم منها لنهار كامل، إلا أن للوجبات الصحية متعة خاصة عند صناعتها وتناولها وانتظار نتائجها. شفنا السوائل اللي تكافح العطش، طبعا اكيد هذا السوائل اللي هي تكافح العطش وخاصه في شهر رمضان المبارك طبعا. ويعني احنا لازم نهتم احنا بصحتنا ونهتم بهذا التفاصيل. اما البانكيك فمثل ما تشوفون هنا على النار، يعني تركه بدرجه حراره كلش هادئه، وهسه اقعد ابلش انه اصبه. مارينا انت تهتمين اكيد بشكل الطبخ، طبعا شكل الطبخ من الاشياء المهمه جدا، اهم من الطعم حتى. طبعا هسه انا خليتها على النار، يعني نرجع نعيد مقاديرها مره ثانيه. خليت مارينا تسوي الاشياء السائله، وانا اكيد سويت الاشياء الصليبه هنا، مكس ثنائيهم مع بعضهم البعض هنا. وبعدين وين خليتها على النار. طبعا البان كيك اتركها كلش على يعني بالحداوه، واتركها كلش على راحتها حتى تكون عندك بهذا الشكل. كالوزني على الشكل يا عيني، كالوزني يكون عندك شكلها بهذا الشكل، خفيفه وحلوه وايضا لطيفه. يلا خلينا نطلع مقاديرها مره ثانيه. هنا يعني بانكيك بالفراولة، 1 كوب، 6 ملعقة كبيرة سكر، حلو الدنيا سكر. استخدمنا أيضا شوية طحين، استخدمنا أيضا البيض، بيكنج باودر وفانيلا طبعا حالة حال الكيك العادي، ونص كوب أيضا من الحليب. طبعا أكيد أنا سويتها. سؤال نعم. هاي العجينة نفسها عجينة الكريب أو لا؟ تختلف شوية، تصير أثخن. الكريب بتصير أثخن؟ لا هذه أثخن. هاي تصير أثخن. أي. أوكي. هسه بلشت إنه أخلي لها الفراولة. ممكن نخلي السيرام مالتها، أو ممكن تكون خلاص إنه. زين إحنا نقدر نخترع مثلاً ونضيف كراميل وهيك لو تخرب الطعمة ما تصير تجانس بالطعم؟ لا ممكن بالعكس، يعني ممكن نخلي أي شيء، أخلي البانكيك الحلو بيه إنه يتحمل كل شيء. وتعرفين إنه هذا بعض الدول يكون فطور. اي فطور صح. فطور صباحي يعني. ف سولفتي عن السوشيال ميديا، و يعني نقدر نقول انه هو السوشيال ميديا الى السبب برزقك ومصدر رزقك يعني. هو صح، بس انا يعني مو اعتمادي على السوشيال ميديا يعني. نعم. فما اقدر اقول والله انه هو مصدر رزقي، بس حاليا يعني الشغلي يعني شغل. عندك اكثر من مدخل رزق. اي انا عندي يعني عندي مشروعي. من الاشياء اخاف من العين. فالعين كتلت لي كتل. بس انا يعني برايك اترك الطبخ انا واشتغل وياك مشاريع. شراكه نص بنص. طبعا 50-50. اوكي. لا انت نقدر احنا نسوي مشروع طبخ. اها اوكي، نسوي مطعم. المطعم و 50-50. يلا اوكي يلا متفقين. تقريبا الاطباق تكون عندك بهذا الشكل. طبعا اكيد الفوتوشيني ما يحتاج انه يعني ما يحتاج انه نطلع من القالب مالته نتركه. طبعا احنا شلون راح نزينها وشلون راح نقدمها بالطريقه الحلوه، راح نشوف يعني شلون نقدر نسوي زينه حلوه سريعه. طبعا مثل ما تشوفون احنا في مرحله تزيين الاطباق، ويانا مارينا العبيدي.
اكيد اليوم نورتينا كلش نورتينا. خليتي شويه طماطه هنا، انا راح اخلي هنا بالفوتوشين، فوتوشين بالقالب مالته، واللي يحب انه ياكل يغرف من عندها عادي بالصحن ويقدر ياكل. لكن زينتها ايضا راح تكون خفيفه جدا، ما اريد اخلي كل شويه اوفر لانه اعتمد اعتماد كامل على الاشياء الحلوه اللي انا ضايفها بالطبق اوريدي، يعني شكله كلش كافي فيكون عندك بهذا الشكل. اما البانكيك مثل ما ذكرنا انه هو بالفراوله، فممكن تخلوا له اذا حبيتوا انه تخلوا له صوص، صوص ممكن اي نوع صوص ممكن انه يضاف له. مارينا شنو البرامج اللي تحبين انه تقدميها مستقبلا؟ كلش احب الفاشن والستايل، يعني نقدر نقول برنامج عن الفاشن، عن الاظافر، عن الوجه، عن شيء يعني النسائي. انا اجتني عروض مثلا تعقد مسياسي، يعني ما اقدر انا اقدم شيء مو باللي افهم بي. يعني اكيد انت ما ادري شو معلومات قويه بالسياسه حتى شكل عادي يعني. خليك على برامج الحلوه الكيوت الستايلس وهذه الامور اللطيفه والجميله. نشكرك مارينا، شكرا جزيلا لك. واليوم اكيد نورتينا، شكرا لك. اتمنى انه كنا خفيفين الظل واطباقنا ما كانت صعبه، اكيد راح نذوقها سوية بالفطور ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، انتظرونا اكيد ان شاء الله بحلقه جديده من الشيف خلدون من مطبخ. الف عافيه، باي بايز.